طب ما تاخدني كده في رحلة عبر النص، بدأت ازاي؟ أهم الشخصيات الرئيسية، الحبكة بتاعتك كانت عاملة ازاي؟ والنهاية بقى انتهيت بإيه؟ ببساطة يعني كده طبعا أكيد. يعني أنا لما بدأت ذات ورداء الأحمر كان عندي فكرة إن زمان كانوا أهالينا دايما يقولوا لنا نصايح، ما تتعاملش مع حد غريب او حد يجي لك المدرسه. طبعا احنا جيل مختلف، يعني اللي بيسمعني من الاطفال النهارده هيقول الكلام ده غريب شويه، لكن احنا اتربينا على ده. اوعى حد يقول لك بابا وماما مستنيينك في حته وتروح معاهم، اوعى حد يدي لك حاجه ما تعرفوش، شوكولاته وتاخدها منه، اي حد عصير يشربك عصير. وكنا النصايح دي بنقعد نسمعها كل يوم، احنا حفظنا يعني طبعا. احنا كنا بنقول الكلام اللي بتقوله بطل في العمل، احنا حفظنا خلاص، والله حفظنا، احنا ممكن نسمعه وناخد فيه درجه كامله يعني. ف قلت النهارده الاطفال مش هيستقبلوا النصايح دي. طبعا مش هننصح نفس النصايح، بس هننصحها على التكنولوجيا، وهننصحها على السوشيال ميديا واللي بيحصل عليها، والتواصلات مع الاغراب بشكل كبير جدا. فلو احنا قلنا لهم بشكل نصايح الاطفال مش هيقبلوها، فليه ما نعملهاش في عرض مسرحي عرائسي يقدم للاطفال بشكل درامي وغير مباشر من غير النصايح دي؟ وهو ده كانت فكره العرض الاساسيه، ان في الاخر حافظنا على النسق الاساسي لذات الرداء الاحمر القديمه، ان هي بتسمعش كلام مامتها، فبتروح في الشارع فبتقابل الذئب الشرير اللي بيطاردها، وبيروح معاها البيت جدتها، فبيحصل ان هما الاثنين بيبقوا في خطر. فالذئب النهارده اصبح ثلاثه، الذئب اللي بيطاردها عبر الفيسبوك ويعرف معلومات عنها وللاسف يصورها من غير ما هي تعرف وفاكره ان ده مش ممكن، فيبتدي يطاردها ويحاول يعمل حاجات يعني خطيره وتعتبر جريمه طبعا في الاساس، ويطلع شخص كبير ومتنكر ولا هوس ومش شاب ولا حاجه والكلام ده كله. والشخص اللي كان بيشوفها بتتكلم من الموبايل الغالي والسلسله الذهب اللي لابساها اللي باباها مسافر وبعتها لها من بره، فقرر برضه وعرف انها بتقول في اللايفات بتروح دروس فين وبتيجي منين المعلومات الخطر اللي احنا بنسربها من غير ما ندري، فيبتدي يطاردها هو كمان وهي رايحه الدرس ويراقبها عشان يسرقها، وحد ثالث عايز يخطفها. فاصبح يعني الذئب بتاع زمان بقى ثلاثه، يعني اللي هو الشر اللي بنواجهه اطفالنا.